سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية. قصة النبي موسى عليه السلام. الحلقة السادسة. أها يا خالتي صوفيا. أها. في المرة اللي فاتت نحن وقفنا وين؟ أها يا خالتي صوفيا. نعم. في المرة اللي فاتت قلت لينا إنه سيدنا موسى طلب من فرعون إنه يخلي بني إسرائيل يطلعوا ويمشوا يعبدوا الله ويقدموا له ضبائح. أيوة صح صح صح. فعلاً فعلاً ده كلام صح. لكن الله قسى قلب فرعون وما وافق عشان يخلي بني إسرائيل يطلعوا، وعشان كده قال لسيدنا موسى: يا زول هوي اطلع من هنا، انا ما عايز اشوف وشك ده تاني، واليوم اللي بشوفك فيه هنا ده حيكون اخر يوم في حياتك. طيب مفهوم؟ طيب طيب كويس، فعلا على حسب طلبك ما حتشوف وشي ده تاني، لكن لازم تعرف انه الله سبحانه وتعالى غضب عليكم وقال بكل وضوح: انا هحقق مشيئتي في نص الليل في كل مصر، وحاقتل كل بكر ذكر فيها، من بكر فرعون الملك ولغاية بكر الخادمة الشغالة في الطاحونة، وبرضو حاقتل البكر بتاع أي بهيمة، وحيكون في بكا ونواح ما حصل ولا حيحصل زيه في مصر، لكن بني إسرائيل حيكونوا في أمان، وما في حتى كلب حينبح على أي زول أو على حيوان من حيواناته. في الوقت داك أنت يا فرعون حتعرف فعلا إنه الله بيميز بينكم وبين بني إسرائيل، وكل مستشارينك حييجوا وينحنوا ويقولوا لي: يا موسى اطلع انت وكل قومك ونحن حنطلع. وسيدنا موسى عليه السلام بعد ما قال الكلام ده طلع من قدام فرعون وكان زعلان جدا. والله كان قال لسيدنا موسى: يا موسى، فرعون حيرفض انه يسمع كلامكم انت وهارون عشان عجايبتك ترفي مصر. يا موسى دلوقتي فضل عقاب واحد أنا حنزله على فرعون وعلى مصر، وبعد ذاك فرعون حيفككم ويطردكم نهائي من هناك. عشان كده كلم قومك قبل ما تطلعوا وقول ليهم لازم كل راجل يطلب من الرجال الحول مشغولات من الفضة والذهب، وكل مرة تطلب نفس الشي من النسوان الحولة كمان. ولتحقيق الغرض ده الله خلى بني إسرائيل ينالوا رضا المصريين، وكمان سيدنا موسى نفسه كان عنده مكانة كبيرة عند مستشارين فرعون وعند عامة المصريين. وطبعا سيدنا موسى وهارون يا جماعة كانوا عملوا كل العجائب دي قدام فرعون، لكن الله قسى قلبه وما خلى شعب بني إسرائيل يطلعوا من مصر. وسيدنا موسى وهارون بعد ما رجعوا من فرعون نادوا شيوخ بني إسرائيل وكلموهم بالقالوا الله بخصوص نجاة بني إسرائيل وطلوعهم من مصر. هارون بدأ الكلام وقال: يا شيوخ. نعم. الله بقول لكم من هسه شهر أبيب ده حيكون هو الشهر الأول من السنة بالنسبة لكم. في اليوم العاشر من الشهر ده لازم كل رب أسرة من شعب بني إسرائيل يجيب له حمل أو عتود ويهتم به، يحافظ عليه لغاية ما يذبحه في يوم 14 من نفس الشهر. 14؟ وبعد الذبح لازم تشيله من دمه وترشوه على أطراف الباب باليمين والشمال وفوق شباب البيت اللي حيتأكل اللحم فيه، لأنه الله حيجعل الدم ده علامة نجاة لشعب بني إسرائيل هلاك للمصريين. وبالنسبة للحم، إذا كان في زول عدد أسرته قليل وما بيقدروا يأكلوه كله براهم، مفروض يدعو جاره القريب وأسرته عشان يكون في عدد كافي من الناس لأكل اللحم. والحيوان المطبوح لازم يكون من الضان أو الماعز، ويكون ذكر وعمره سنة. عمره سنة؟
ايوه، ويكون بدون اي عيب، ولازم ينضبح عند مغيب الشمس، وكمان اللحم لازم تاكلوه في نفس اليوم داك مع اعشاب مره ورغيف فطير بدون خميره، ويكون مشوي بما في ذلك الراس والرجلين والعفشه، وما يتاكل ني او مطبوخ بالمويه، وكمان ما تفضلوا منه اي حاجه لبكره، واذا فضل منه اي شيء لازم تحرقوه بالنار قبل صباح اليوم الثاني، وكلوا بسرعه، وكونوا لابسين ملابسكم واحذيتكم، وخلوا عصيكم جنبكم عشان تكونوا جاهزين في اي لحظه للطلوع من مصر. طيب، يعني معنى كده انه غضب الله حينزل على المصريين في نفس اليوم المذكور ده؟ ايوه، الله قال انه في الليله دي حينزل حكمه على مصر، وحيكتب كل بكير فيها من الناس والبهائم، وبكده نعرف نحن والمصريين انه الله هو وحده الغدير الجبار، وان حكمه هو فوق إرادة كل آلهة المصريين وكل البشر. طبعا يا جماعة، حسب أمر الله الدم اللي حيترش ده حيكون علامة حماية لنا، لكن كمان نحن لازم نطيع أمر الله، وما في أي زول فينا يطلع من بيته لغاية الصباح، وكمان في المستقبل اليوم ده حيكون تذكار نحتفل به في كل سنة عيد، عيد لله بمناسبة طلوعنا من مصر، لأنه الله فدانا وحررنا من العبودية، ويكون فريضة تدوم جيل بعد جيل. وكمان يا جماعة ما تنسوا إنه الله أمرنا إننا من اليوم الأول للعيد ده ولمدة 7 أيام ما ناكل رغيف بخميرة، يعني لازم من اليوم الأول نتخلص من كل الخميرة في بيوتنا، لأنه أي زول ياكل رغيف بخميرة في الأيام المذكورة دي إذا كان مننا أو كان غريب حيبعد عن الله وما حيكون من شعبه. وكمان في اليومين الأول والسابع ديل لازم يكون فيه احتفال خاص لعبادة الله، وما يتعمل فيهن أي شيء تاني غير تجهيز الأكل وبس. وفي يوم 14 من شهر أبيب سيدنا موسى عليه السلام قال لكل شيوخ بني إسرائيل: يا شيوخ الشعب. نعم. يا شيوخ. نعم. أيوة. الليلة لازم كل الشعب يطبحوا الضبيحة الأمرهم بها الله. حاضر حاضر. ويطبقوا كل التعليمات المذكورة بخصوص التطبيق كامل. تمام. وبعد كلام سيدنا موسى ده كل شيوخ بني إسرائيل سبحوا لله وشكروه، والشعب بنفذ وصية الله حسب ما نقلوها لهم سيدنا موسى وهارون. وبعد ذاك في نص الليل الله نزل حكمه فعلا، وقتل كل بكر ذكر في مصر من بكر فرعون الملك لغاية بكر المسجون، وبكر كل بهيمة برضه. وفرعون قام في الليل ومعاه كل مستشارينه وكل المصريين، وبكوا بكى شديد، وخنقتهم العبرة على أولادهم الميتين، وكل دار للمصريين كان فيها بكر ذكر من إنسان أو بهيمة مات. بعد ذاك فرعون نادى سيدنا موسى وهارون في نص الليل وقال لهم: يا موسى يا هارون. أيوة. يلا قوموا سوقوا معاكم ناسكم وغنمكم وبقركم ودونوا خاطركم، اطلعوا من هنا وامشوا اعبد ربكم زي ما طلبتوا، وبرضو ادعوا لنا الهكم عشان يرضى علينا. يا جماعة يا جماعة، بصراحة كده ناس بني اسرائيل ديل لو يتأخروا معانا هنا نحن هنهلك، يعني هنهلك. والحل في رأيك شنو الحل؟ الحل هو اننا نلف عليهم في بيوتهم ونستعجلهم عشان نتحرك. يلا 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 كلم جيرانك. يلا راح. أيوة, أيوة, ايوه 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 دي فكره كويسه. أيوة. يلا قوم نلف عليهم هسه. يلا بسرعه. يلا 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 يا اخوان. يلا هيا راح. والمصريين اها فعلا مشوا لبني اسرائيل وترجوهم بشده عشان يرحلوا من مصر بسرعه. ايوه. وبني اسرائيل من شده الاستعجال في الرحول اخذوا عجينهم حتى بدون خميره، وشالوا عدتهم على كتوفهم بعد ما لفوها بملابسهم، وطلبوا من المصريين ذهب وفضه وملابس
زي ما قال ليهم موسى، والله جعل المصريين سخيين ودوهم كل الطلبوه عشان يتخارجوا منهم. بعد كده بني إسرائيل كلهم طلعوا من مصر بعد ما أقاموا فيها لمدة 430 سنة، وكانوا مقيمين في منطقة جاسان، لكن رحلوا منها الحتة اسمها سكوت، بتقع في جهة الشرق من مصر، لكن في الوقت ذاك ما كانت تابعة لمصر. كان عدد بني إسرائيل لما طلعوا من مصر حوالي 600,000 من الرجال المشاة بالإضافة للنسوان والأطفال. 600,000؟ 600,000. لا حول. وكمان كانوا طلعوا معاهم مجموعة كبيرة من الناس من جنسيات تانية، وكانت مع الرحلين مجموعة كبيرة من البقر والغنم برضو. وفي الطريق خبزوا العجينة جابوه معاهم من مصر، وعملوا رغيف بدون خميرة لأنهم طلعوا من مصر بسرعة بسبب ضغط المصريين عليهم، عشان كده ما كان عندهم وقت كافي لتجهيز الزوادة. في الليلة ديك الله سبحانه وتعالى رعاهم لغاية ما طلعوا، عشان كده بني إسرائيل لغاية الليلة بيسهروا ويشكروا الله ويحيوا ذكرى الليلة ديك في كل سنة جيل بعد جيل. وأثناء رحولهم الله أرشدهم وألزمهم بتعليمات محددة للاحتفال بعيد حريتهم ونجاة أولادهم البكور. وفرعون لما فك شعب بني إسرائيل الله ما جابهم بالطريق اللي بيمر بمنطقة غزة دلوقتي، مع إنه الطريق ده كان قصير، وده كان ترتيب مقصود من الله عشان إذا واجهتهم حرب ما يندموا ويرجعوا لمصر. عشان كده الله جابهم عن طريق الصحراء باتجاه البحر الأحمر. وبني إسرائيل لما طلعوا من مصر كانوا واضعين احتمال إنه ممكن تحصل حرب، عشان كده كانوا متجهزين بالسلاح. أيوة. طيب يا جماعة بعدين. لا أنا حقف هنا الليلة، حواصل لكم باقي القصة في المرة الجاية. والله تعبت المرة الجاية إن شاء الله. الله يخليكم. تحية زروق. إخراج طماطر شيخ الدين.